سيدتي العزيزة، أولا أحب أن أنوه إلى موضوع مهم من خلال قناتكم، وأستغل الفرصة حول ما تحدث به الضيف السابق قبل لقائنا، وهو أنه على الحكومة وأقصد السيد السوداني والإطار نفسه أن ينتبه ويراعي جيدا إلى أن هناك مخاوف ومخاطر حول عملية إزاحة السيد العيداني من البصرة، وذلك نرجوه إلى سبب واحد، أن أهالي البصرة هاي مهمة جدا، هم متمسكون بشكل كبير بالسيد العيداني. أنا لست من أهل البصرة، أنا من مدينة النجف، لكن ما أسمعه وأشاهده أن هذا الرجل حصل على أصوات تمكنه من إدارة المحافظة وهو ناجح في إدارتها. بالتالي وأكثر دليل عدد المقاعد اللي حصل عليها تصميم. نعم، حصل على 12 مقعد من أصل 22، بالتالي هناك شخص مسيحي تم إزاحته من العملية السياسية وهو فائز